مترين صديق واحد. تحية طيبة لكل مشاهدين الكرام في كل مكان، تحية حب مساء الخير لكل متابعي قناتنا بغداد الفضائية، وبالخصوص متابعي برنامج فريند للتواصل الاجتماعي. راح نكون وياكم بموضوع حلقتنا لهذا اليوم، وايضا زميلاتي راح يشاركوني حلقتنا لهذا اليوم. خلوني امسي عليهم اقول لهم مساء الخير، اليوم ما شاء الله منورين يا دعاء وهذا. هذا نورك طبعا حبيبي، مساء الخير عليك. مساء النور هبه، مساء النور حبيبي. مساء الخير عليك. شو اخبارك؟ طبعا حبيبتي قلت اليوم حلقتنا بعدين قلت حلقتنا. حلقتنا؟ اي بالمصري. موضوع حلقتنا طبعا اللي ممكن دخل على مواقعنا للتواصل الاجتماعي يعرف موضوعنا لهذا اليوم، واللي ما دخل راح نقول لكم شنو موضوع حلقتنا لهذا اليوم. نقول لهم لو ما اقول لهم؟ لا ما نقول لهم، خلي يشوقون شوي. يشوقون شوي. اللي يحب يتواصل ويانا عن طريق مواقعنا للتواصل الاجتماعي الفيسبوك وايضا التويتر وبقيه مواقع التواصل الاجتماعي السكايب والياهو ماسنجر، ايضا نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم الجميله عن موضوعنا لهذا اليوم، واكيد محضر لكم اخبار منوعه وكاريكاتير وطرائف وغرائب وعجائب وكل شيء محضر لكم اليوم. ان شاء الله راح تتمتعون بحلقتنا لهذا اليوم واني زميلاتي. لكن أنوه لو ما أنوه؟ أنوه. موضوع حلقتنا هذا اليوم القناعة والطموح. القناعة كنز لا يفنى والطموح تبنى بالقناعة، راح يكون موضوعنا لهذا اليوم نتناقش فيه وناخذ تعليقاتكم، والتعليقات اللي جايتنا أكيد على الفيسبوك راح ناخذها كلها أنا وزميلاتي ونقرأ كل التعليقات أصدقاء البرنامج. نعم، هاي صورة اليوم اللي نزلناها تتحدث عن القناعة والطموح، لكن خلونا قبل أن نتحدث بالقناعة والطموحاني عندي قناعة انه جاني اتصال هاتفي. خلنا ناخذ اتصال هاتفي وسام نديال. الو يا وسام. الو، شلونك حبيبي؟ مساء النور عليك، شلونك وسام؟ الله يخليك، شويه بس علي لي صوتك خلي اسمعك زين. نعم انا بالشارع قاعد اخابرك. آه. جلسوا بالشارع، وين رايح بالازدحامات؟ وين رايح بهالازدحامات وهالظهريه هاي؟ وين تريد؟ غير تبعد فوق البرنامج. تحياتنا لك وسام. اليوم موضوعنا عن القناعه والطموح، بس انت ما راح تقدر تحكي لنا عن القناعه والطموح. لا هو ولو انت مقتنع. مقتنع بما انه بهالشمس وهالحياه طالع بالازدحامات. الحمد لله. مقتنع كل شيء هوايه وطموح كل شيء هوايه. نعم وسام. اقول لك مين موجودين بالبرنامج اليوم؟ اليوم موجوده وياك هبه ودعاء. تحياتي لهبه، هبه شو تحياتي لك ابو ديما، شو اخبارك؟ الله يسلمك، شو اخبارك؟ تحياتي لام ديما، شلونكم؟ الله يسلمك، شلونكم؟ والله موجوده، انت ماكو. البارحه اتصلت بس انا كنت مو موجوده بالحلقه بس تابعتكم، تحياتي لك. نعم، طيب شاركنا اليوم ابو ديما موضوع حلقتنا عن القناعه والطموح. طبعا انت قنوع، انت قنوع يعني قنوع؟ لا قنوع. وسام انت قنوع؟ الحمد لله اشكر اي شيء. اها، عندك طموح انه اخرج منك وشايف حبيبي؟ اذا انسى شيء، اذا شخص ما احكي له واحد يقول يعني شو عندنا يعني هو يعني اذا بزيد شيء واحد انت عمره 10 سنين يجي غنى له عادي بتاع قناع زين. تحياتنا لك يا وسام، ان شاء الله دائما تكون قنوع وطموح. شكرا لك ولتواصلك ويانا، رغم انه انت بالشارع يعني ممكن ما تشاهد الحلقه، بس انه انت عندك اصرار بالتالي تريد تواصل بهذا البرنامج. تحياتنا لك ويانا. يمكن اتصال هاتفي اخر، زهراء من كربلاء وياكم. الو الو، مساء الخير. مساء النور. هلا وبيك، شلونك زهراء؟ زين الحمد لله، انت شلونك خالد؟ خير الحمد لله، اذا انت زينه. زهراء قنوعة انتي طموحة؟ طبعا انا طموحة، طموحة وقنوعة حياتي، واتمنى اصير مدرسة. مدرسة مال شنو تصيرين؟ مدرسة. مال شنو؟ مال يا مادة يا لغة يا الو؟ انا بالاول ها؟ انا بالاول متوسط. ها بالاول متوسط. زين تريدين تصيرين مدرسة شنو؟ مدرسة مال عربي. يلا يا رب وان شاء الله تصيرين مدرسة مال عربي. شكرا لك وشكرا لاتصالك يا زهراء. وشكرا للمعلومة اللي بعثوا لي اياها الزملاء، تحياتي لك خليل، شكرا لهذه المعلومة. زين نرجع على موضوع حلقتنا القناعة والطموح. طبعا احنا نعتذر من كل اصدقاء البرنامج شوية تأخرنا، لان عندنا قناعة انه نظهر لكم بهذه الطريقة الجميلة. يعني لو اقول لكم على شنو تأخرنا،
شويه هبه ودعاء كانوا مهتمين زايد التصريحات. هو اخر واحد اجى على فكره. انا اخر واحد. واحنا دائما اني ودعاء نكمل قبلك وقبل احمد. هاي الحقيقه اي. حلو. خليل كان تفتر علي بالتالي. خليل ياخذ تعليقات اصدقاء البرنامج ويلا راح تقرون منو اول تعليق ويانا؟ مسلم الايدامي. مسلم الايدامي يلا. مساء الخير عليكم وعلى جميع الكادر واصدقاء ومتابعي البرنامج. في احد الايام قرات شيئا عن القناعه ووصفها. القناعه كذبه اخترعتها الاغنياء لسد افواه الفقراء بها. فناقشت مع الكاتب ووصلت الى دحض نظريته المبنيه على الاموال فقط وذكرت. طبعا تحياتنا لك يا مسلم وهاي المعلومه طبعا الجميله. وجهه نظرك هذا. نعم. يعني ممكن يقول انه القناعه كذبه اخترعها الاغنياء. ما اعرف يعني هاي وجهه نظرك. اي انه مثلا وجهه النظر شنو هي حبيب؟ انه مثلا يقول لي انت مقتنع بحالك ونصيبك انه انت فقير، ليه صار عندك طموح انه تصير غني فاقتنع؟ هم لها علاقه بالطموح يا حبيب. نعم. فاللي يقول لك المقتنع بنصيبه وراضي بعيشته يسكت. بس احنا هو هذا موضوعنا لهذا اليوم. نعم. انه مو شرط انه اني مقتنع باللي اني بي، لكن من الممكن اني مقتنع انيا وعندي طموح انه ارتقي للافضل او ارتقي للاحسن. اكيد اكو اشياء يعني تتطلب القناعة. مقتنع بالموجود واطمح للاكثر والاحسن. زين، انا الان مقتنع وعندي طموح انه اروح اسمع اغنيه نسترخي بها انا وزميلاتي وكل مشاهدينا، نهدي لهم هاي الاغنيه الجميله. خليكم ويانا. إذن رجعنا لكم مشاهدينا الأحبة. وبيني وبينك هاي الأغنية الجميلة لماجد المهندس. بيني وبينكم فقط يمكن الاتصالات الهاتفية وأيضا يعني بيني وبينكم مو بس التعليقات، بيني وبينكم الطموح والقناعة يعني. بيني وبينكم الله. طبعا نشكر قسم التنسيق على هاي المواد والأغاني اللي دائما يتحفونا بها، نشكرهم شكر جزيل. ويانا اتصال هاتفي خالد. ألو يا خالد. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك حبيبي؟ حياك الله. شلونك؟ زين الله يخليكم. منورين يوم. منورين بيكم اكيد يا خالد. من وين تتصل بينا؟ من الديوانيه؟ الديوانيه شم ريحه الديوانيه يا اخي. شنو حاسه شم قوي؟ الله يسلمك. هلا بيك. الله يسلمك. منورين يوم. نورك هذا. تسلم.
الحمد لله. والله الموضوع اليوم وقتكم كله حلو، حبيت اشارك وياكم. شارك. يلا خالد، يسألوك البنات على القناعة والطموح. مقتنع ب فارس مو خالد، فارس يعني. ها؟ فارس فارس. فارس عاد يابا غيرونا سيجي إذا ما صار زحمة، ترى طلع اسمه فارس مو خالد. تحياتنا لك فارس. يعني نرجي المعذرة، عادي مرات تصير الأخطاء. حبيت أشارك وياكم. يلا. يعني طموحي أكمل ماجستير. أها. حلو. طموح تكمل ماجستير حميد. حلو، هذا طموح مشروع انه انت تريد تكمل ماجستير ومن يعني حقك، وبالتالي يعني ايضا نتمنى لك انه مو بس الماجستير، يعني ممكن انه حتى تكمل الدكتوراه. يا خالد يا فارس. ان شاء الله ان شاء الله. اي فارس، خلي نشوف الصديقات ويانا طبعا شنو يردون يوجهوا لك من اسئله. يلا جول فارس التقنوع. اصلا انقطع اتصال. فارس فقدنا فارس. فارس للاسف انقطع اتصال. نرجع ناخذ التعليقات بنات، ويانا احمد الفراتي صديق البرنامج يقول الف تحيه لكم حبايبي، موضوع جدا رائع. الطموح قد يكون يكون الحلم الجميل منذ الصغر، او الطموح مجرد تسليه واحلام يتغنى بها الناس، لكن الطريق الصحيح يحتاج الى خارطه، والخارطه تاتي بالطموح والتخطيط. شكرا لك يا احمد الفراتي. رائد الحلقي كمل لنا تعليقات. رائد الحلقة يقول مساء الحب، القناعة كنز لا يفنى. طبعا احنا العراقيين قنوعين وصبورين، والحمد لله وإيماننا بالله قوي تمام. والحمد لله المكتوب انه يصير. انا قانع وحامد الله وشاكر على كل حال. تحياتي اخوكم رائد الحلقة. تحياتنا لك يا رائد الحلقة. يا رائد الحلقة. ياسر يقول السلام عليكم اصدقائي مقدمون برنامج فريندز. طبعا القناعة والطموح شيء كبير في حياة الفرد. قال الانسان الذي يتحلى بهذين الصفتين بالطبع انسان ناجح. تحياتنا لك يا ياسر. حلو ياسر. طبعا ايضا يونان النورة ستار يقول مساء الخير عليكم، برنامج رائع وموضوع حلو. الطموح على الانسان ان يكون طموحا ولا يكتفي بما يملك، فعليه ان يطمح الى المزيد. والقناعه كما قيل في الامثال كنز لا يفنى، وسلامي الى احلى مقدمين وشكرا. تحياتنا لك يا النورة ستار. شكرا. ويانا اتصال هاتفي مروه من بغداد. الو يا مروه. الو مرحبا. مرحبتين، شلونك انت يا مروه؟ والله مشتاقت لك فالي سومن تصلح. الله يخليك، اشتاقت لك العافية يا ربي. احنا ايضا مشتاقين لكم لسماع اصواتكم. والله الحمد لله بخير اخبارك. حياك الله. انت شلونك حبيب؟ نعم دائما اقول لك الاسود فتشي عليك. الله يخليك شكرا. يعني هسه انا فتشي؟ يعني انت لازم خجالك يا معاذ. رفعتي معنويات ملي. يعني هسه انا فتشي طبعا. والله مشتاقت لكم، بس حبيت اسمع صوتكم وشكرا على هذا الموضوع الجميل اليوم. مروه طبعا شكرا للاطراء، يعني حتى يعرفن انه هبه ودعاء انه اني فتشي. بس مروه تقول لك هيجي. بس مروه تقول لي. يلا مروه شاركينا موضوع حلقتنا هذا اليوم. يلا على نادي الصبايا والكادر حبيب، احلى واحد بالقناه كلها. خجلتيني خجلتيني معدي. خجلتيني والله. يلا احكي لي صراحه صراحه. اي انا قنوعه ومو قنوعه. ليش قنوعه ومو قنوعه؟ يعني ما اعرف، اكو شغلات تعجبني اكون مقتنعه بها، اكو شيء اقول لا مستحيل هذا الشيء يصير، يعني مستحيل. زين، بما انه انت مقتنعه باكو اشياء يعني مهمه بحياتك، الاشياء الاخرى اللي ما مقتنعه بيها شنو ممكن يعني ما مقتنعه بيه تردين تغيريه او تردين تسوين غيره ممكن يعني؟ يعني اول شغلات يعني شلون اقول لك خاطبي بياني او بالناس اللي يهمني. نعم. زين، هاي بالنسبه للقناعه. انت طموحه؟ عندك طموح؟ طموح كلش عالي. طموحك لحد وين يوصل؟ يعني إذا فتشي مستحيل أوصف. يعني ممكن شوي توصفي لي؟ للأسف انقطع الاتصال، ويانا اتصال هاتفي آخر. وياكم بنات نور من بغداد. ألو. ألو السلام عليكم. ألو تسمعيني نور؟ أنا مرحبا. شاركينا اليوم موضوعنا نور، أهلا وسهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا هذا نور، ايش تسلمين؟ شاركينا اليوم بالموضوع عن القناعة والطموح. الو 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 طور انقطع نور حبيب. قطع اتصال. نرجع ناخذ تعليقات اصدقاء البرنامج. مصطفى صلاح العبدلي، الشخص القنوع بهذه الحياة سيحيا حياة ابسط واسهل بكثير، وسيشعر بقدر أقل من الضغط والتوتر. كملونا باقي التعليقات. أكرم يقول أكيد القناعة شيء جميل. البارحة أنا وزملائي اقتنعنا بشيء وسويناه، صعدنا 46 طابق بالدرج. تحياتي. تحياتنا لك يا أكرم. هاي مو قناعة، هاي كارثة انتحار. هذا أكرم يعني زميلنا.
اكرم زميلنا المصور تحياتنا الى البارحه يعني اخذتهم كانت عندنا جوله قاعد نصور ان شاء الله راح نشوفها اليوم اخذتهم البرج المأمول وبالتالي صعدتهم 46 طابق او 48 طابق ارتفاع ما يقارب 205 متر لانه المصعد عاطل وصعدتهم شكرا لاكرم اليوم بطلع ينتظروك بالتالي خطي اكرم اليوم اجى رجليه قوه يعني مشيها حقك علي اكرم شكرا لك اكرم سلامات اكرم عندنا النورس الطائر مساء الخير عليكم برنامج رائع وموضوع حلو الطموح الانسان يجب ان يكون طموح ولا يكتفي بما يملك فعليه ان يطمح الى المزيد والقناعه كما قيل في الامثال كنز لا يفنى وسلامي الى احلى المقدمين تحياتنا اليك يمكن انت القلب يدكت مساء الورد والمحبه والبسمه على عيونكم طبعا القناعه نعمه من رب العالمين ولا تتوفر في كل البشر وتتوفر القناعه من الايمان والثقه بالله تحياتنا لك طبعا ايضا ويانا طارق حسن تحياتنا لك يا طارق حسن يقول احلى تحيه الى احلى مقدمين نورين شاشه شكرا جزيلا يقول كنت اتمنى ان يشاهد الحلقه حكام الدول العربيه والمسؤولين الكبار يعني احنا نتمنى لا مو نتمنى احنا اكيد نوصل رساله للعالم كله وبالتالي كل الحكام وكل رؤساء العالم اللي يباعونا عليهم انه يقتدون بينا لانه ويتحلون بالقناعه ويقتنعون بالشيء الموجودين نعم. ومثل ما نقول كافي طمع نعم خلي قبل ان نروح فاصل غنائي دا يقول لي سيد المخرج وين دا يقول لي يلا المهم دا يقول لي سيد المخرج فاصل اغنيه قبل نروح فاصل يقول لك حبيبي قبل نروح فاصل راح بس انوه انه احنا عندنا اليوم مقطع فيديو راح نشاهده بعد قليل طبعا جسم غريب يمشي بطريقه غريبه جدا للغايه خلينا ناخذ هذا المقطع نشوفكم من عنده شويه فيمشي يمشي مع الطريقه طريقه ميكانيكيه حلو ما تخاف اذا انت قاعد يجيك شيء لا يجيني هيك شيء عفوا زين بعد ان شاهدنا هذا المقطع الفيديو راح نروح الى فاصل غنائي ومن ثم نرجع وياكم ونكمل مشوار حلقتنا وناخذ تعليقاتكم وايضا عندنا مثل ما قلنا لكم فقرات خاصه بالكاريكاتير صور كاريكاتيريه وايضا عندنا اخبار منوعه راح نشوفها لكن بعد الفاصل الغنائي خليكم وياي ركزوا من هاللحظة على الشاشة سؤال وجائزة براكو هلا أني باراك أريد أعرف شنو برنامجكم الجديد لأن تدري الوضع ما يتحمل أي الشرق الأوسط متوتر مو مال برنامج كوميدي وإحنا حققنا فلوس ما عدنا نطب عركة جديدة أرجوك أجل البرنامج I'm John Champion Jim Beglin's the co-commentator for this and we're at the Santiago Bernabeu منو خابرك؟ أوباما شو يريد هذا؟ يقول لي مو ما تسوي برنامج كوميدي والأوضاع بالشرق الأوسط منتولة متكهربة مثل ما تشوف يقول لي شوي خلتستقبل الأوضاع بعدين اشتغل برنامج كوميدي وهسه ايش راح تسوي طقلة بطل أقول لك علي
ايش راح اسم البرنامج؟ عليك مي. بين أفلام التسويق والإثارة. والأفلام المضحكة. نضع لكم الصورة لتكتمل لديكم الرؤية. في برنامج بوكس أوفيس. رجعنا لكم احبتي المشاهدين بعد ان شاهدنا هذه الفواصل الجميله الخاصه ببرامج قناه هنا بغداد الفضائيه، واكيد بالدوره البرامجيه الجديده راح يشاهدون زملائنا ببرامج ان شاء الله مليئه بالمفاجات والمفيده لكل متابعين قناه هنا بغداد الفضائيه. قبل قليل قلنا لكم انه عندنا يعني صور كاريكاتيريه معبره، راح نشاهد هذه الصور ونعلق عليها انا وزميلاتي. خلينا نشوف هنا هاي الصوره اللي تعبر واللي تدل على مكافحه الفساد، شلون من ممكن نخلص من الفساد في كل المؤسسات الحكومية والغير الحكومية. طبعاً الصورة يا حبيب تتحدث يعني إنه هو شلون دي يقاوم نفسه، يريد إنه ما يأخذ مثلاً رشوة أو إنه يكافح الفساد بس ما دي يقدر. أنت متأكدة نفسه؟ هاي هذا خياله. ماني أشوفك فرق بالتسريحة. احتمال. احتمال أكو فرق بالتسريحة. أي أوكي. زين خلينا نشوف الصورة الثانية. الصورة الثانية حلو. شانتوغا. خلينا نشوف الصورة الثانية. الصورة الثانية اوكي ماشي. هاي الصورة الثانية اللي هي طبعا تتحدث عن التعليم، يقول الوزارة غير راضية عن وضع المدارس الأهلية. أنا راح أترك التعليق طبعا. العلم نور، هنا المدرسة خربة وبالتالي بيها تحوي 247 طالب. طبعا قاعدين بالقاع، رحلات ماكو، صبورات ماكو، عايشين بلوكه واقعه حايط باب. اي هذا هذا جزء من الحايط مال المدرسه واقعه حتى يفلتون. خلينا نشوف شنو اكو وراها. حلو زين، بما انه اي طبعا عادي يصير دائما انه النت يوقف وهاي، بس نرجع نكمل الموضوع. ها اوكي أي. طلعت صار لنا. خلينا نشوف هنا اقتراح، هنا عنوان دي يقول نعم اوكي. هنا يقول اقتراح، عنوان يقول اقتراح تحريم الاعتداء تجريم او تجريم الاعتداء على الاراضي الحكوميه. هنا الاخ شو يقول لي؟
اقتراح علامة استفهام، يعني الفرصة ما زالت متاحة أو مجرد اقتراح؟ هو اقتراح صار عادي، الفرصة متاحة. هو إذا مجرد اقتراح، خلينا نشوف اللي صورة اللي بعدها. الصورة اللي بعدها تتحدث عن أيضا عن الفساد. طبعا انه الفساد مثلي برجال ضخم حجم اكبر، شلون ماكل وسمين من المتسلط، وانه هاي السلطه انه شايلها بايده ما قادره انه تسيطر على الفساد. فالصوره حلو. معبره جدا. تمام، خلينا نشوف الصوره الاخرى. اوكي، نشوف الصوره الاخرى. نعم. طبعا اللي ايضا اصدقاء طبعاً البرنامج، طبعا هاي احنا صور دائما انه بيها مو بس ننزل صور كاريكاتيريه وانما لها هدف معين، احنا نحب نوصله لكل مشاهدينا مو بس فقط لغرض التسليه. نعم. ايضا حتى اصدقاء البرنامج اللي عندهم مثلا صور كاريكاتيريه جزناها على الموقع الخاص بنا راح نعرضها. انا هاي صوره عجبتني، محتويات اذا طلعناها استاذ خليل طبعا كامله. انت هاي عجبتك؟ شنطه البنات قديمه، يعني الجنطه مال البنات قديما شوفوا شنو كان بيها. أيه؟ روج، مشط، نوتة تليفون، عطر، حلاوة، عطر، بولو، قلم كحل. قلم كحل. يعني هاي هنا هذه المسؤول النعناع. النعناع بالضبط. أيه، والروج حمرة، والنوتة الدفتر مال ملاحظات مال الأرقام. هسا المحتويات مال جنطة مال البنات الآن، جوال ومشط وعلبة مال مكياج وفلاش ومفاتيح سيارة وآيباد، ومن الممكن حتى ملقاط وبالتالي حتى مقراضة وكل التفاصيل الأخرى. خلنا ناخذ اتصال هاتفي ويانا. الو. الله، قطع اتصال، اسفين لانه تاخرنا على الاتصال. ويانا اتصال هاتفي اخر. الو. 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 الو، من ويانا؟ للاسف انقطع الاتصال. طبعا انت خوفت بساع من ويانا، سلم علي. زين. يلا اوكي، نرجع صورة ناخذ حبيب. صوره اخرى. نعم. من الصور الموجوده. طبعا هي صور كلها حلوه، واحده اكو صوره منها عجبتني ما التحرش. قبل صوره ما التحرش حتى خاف يقول لك هذا بس ينحاز عن الشباب يدافع. هاي صوره زمان والان، قبل شوف شلون كان الموضوع. قبل على قد الشفقه من الممكن، بس الشعر والجول والدهن والتفاصيل. امزين، ما خلي لا دهن ولا جل. امزين. شكرا، شكرا للتعليق استاذ خليل. طبعا تحياتي طبعا. صوره اخيره التحرش ايام زمان. هاي اخر صوره طبعا. المعاكسات، معاكسات زمان والمعاكسات الان. قبل كان هو يتحارش، هسه قوه الايه. هن قاعدات يتحارشن. هن تقول له بسنس بسنس، شو هذا الاخضر؟ انت يا امور حتندم يا جميل. حلو. اوكي، ناخذ اتصال هاتفي. وياكم اتصال. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، مساء الخير. ممكن مساء النور، ممكن نتعرف؟ يلا ممكن. قلبي تزرب. شاركت انت وياني، من وياني؟ عرفتك منو؟ شلونك صديق البرنامج طبعا. الله يسلمك، طالعين تخافون والله العظيم. تسلم كلك ذوق، شاركنا اليوم بموضوعنا. الله يسلمك. انا وسام، وسام دياله. ادري. طوني. وسام. 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 وسام، شلونك يا وسام؟ شو اخبارك؟ انت ضليت بالشارع لو رجعت للبيت؟ بس نعم. انتوا طالعين تخافون. شكرا حبيبي، شكرا لك، شكرا للاطراف. شلون العفو دعاء؟ هلا وبيك، شلونك؟ شلون صحتك؟ هلا وبيك، رجعت للبيت لو بعدك بالشارع؟ تحياتي من بغداد. تحياتنا إليك وشكرا لاتصالك. طبعا عنده قناعة انه اتصل مرت الاخ وطموحه انه يتصل دائما ويتواصل. تحياتنا إليك. نرجع ناخذ بعض التعليقات اصدقاء البرنامج، ومن ثم بعد التعليقات اكيد عندنا فقرة اخرى اللي هي الاخبار المنوعة وصور اكيد راح نتحفكم بها. خلي نقرا بعض التعليقات. هنشوف سمية الأميرة تقول شلونكم شباب ومنورين البرنامج، وتحياتي للمقدمين والمبدعين. والقناعة هو الكنز، وإذا امتلكت القناعة فسوف تعيش عمرك في راحة وفي هناء وفي ثقة أيضا. وشكرا على إضافتكم فقرات للبرنامج. شكرا لك يا سمية. عندنا شيماء ثامر شريف الحيالي، تحية طيبة معطرة بعطر الياسمين. بالنسبة للموضوع اليوم القناعة، أفادتنا القناعة أي عز ولا أعز من القناعة، فخدمناها لنفسك رأس مال وصير بعدها التقوى بضاعة. طبعا شكرا لرأي شيماء، وشكرا تواصلك ويانا صديقة البرنامج، تحياتنا لك. أيضا من أصدقاء البرنامج اللي بعثوا بتعليقاتهم، مرتضى المدريدي يقول مساء الخير يا أحلى مقدمين طيبين، شكرا لك. بعض تحية لأحمد هبة رفل دعاء حبيب،
واجمل برنامج، موضوع كلش حلو، القناعه والطموح، كل شخص له قناعه، والقناعه هي كنز لا يفنى، اما طموح هو مشابه للامنيه، ما اعرف يمكن عندما يتمنى فعل شيء يطمح. شكرا لك يا مرتضى المدريدي، اكيد راح نرجع ناخذ كل تعليقات اصدقاء البرنامج، لكن راح نروح احنا وياكم الى فاصل غنائي ومن ثم نرجع. خليكم، ترجمه موجوده عندكم مو؟ بعد الفاصل اللي اخذتك اياها. بعد الفاصل تعطي الترجمه مالته؟ اي اوكي، مو يراد لها وقت حبيبي. اوكي، عندنا اخبار منوعه ايضا حابين نسمعها من دعاء وهبه، واكيد اني راح اشوفكم الصور المرافقه لهذا الخبر. من راح يبلش؟ طبعا عندنا خبر منزل البيت الابيض من تصميم شركه متخصصه في الهندسه بالبرازيل. دقيقة. حبيب قبل كل شيء نعم، قبل كل شيء طبعا خلي بس نشوف هذا، يعني احنا دائما نحب انه نقرا الاخبار وندعمها بالصور. قبل ان استعرض الصور نعم، دائما كل ما نسمع انه البيت الابيض والبيت الابيض يروح بالنا قبل على البيت الابيض للولايات المتحده الامريكيه. نعم. يعني ما قابل للنقاش. اليوم البيت الابيض مو بامريكا بالتمام، لا شويه ليغاد، شو على قولة صديقنا حمودي، شوي ليغاد من امريكا. هذا البيت بالبرازيل، راح تقرا لكم دعاء يعني هبه المعلومات عن هذا البيت الابيض. نعم. وانا راح اشوفكم الصور المرافقه لهذا. عندنا منزل بالبيت الابيض من تصميم شركه متخصصه في البرازيل، متخصصه طبعا في الهندسه، يقع في احد المجمعات السكنيه المغلقه في مدينه برازيليا في البرازيل. حسب رغبه مالك المنزل، يعني حسب رغبته هو طلب هذا الشيء من هاي الشركه. هذا البيت زين، وهو تصميم ديكور طبعا، المنزل يكون منفتح زي مثل ما نلاحظ على البيئة المحيطة به، ويحتوي على فتحات كبيرة تطل على الحديقة الكبيرة التي تم بناءها في المنزل. طبعا مثل ما نلاحظ الصورة واضحة هي طبعا، ودعمناها ايضا بالخبر انه يكون بفتحات للمنزل ويكون لونه ابيض وبديكورات منفتحة. نعم، والطل على شنو؟ على الحديقة الكبيرة. زين، هاي الحديقة الكبيرة وهاي الفتحات الموجودة ايضا، وطبعا شنو هذا البيت الابيض؟ واضح المهم بيت الابيض طبعا، بس مو كل بيت ابيض ابيض، لا اكو بيت ابيض في مشاكل، اكو بي لا في حديقه وفتحات. مو اكيد في حديقه وفي فتحات. خلينا نشوف الصور البقيه. شوف حلو بالمغربيه، احلى مو؟ من الصبح. يلا نعم. زين، طبعا جدا روعه مثل ما نشوفه، والتصميم حلو والديكور حلو، تصميم الحديقه ايضا حلو حبيب. عجبت؟ اها ايه. من داخل ايضا نشوف، باوع بس وراك شكو. ان شاء الله هاي الورد باعوا هذا الورد يعني. ديكور حلو طبعا. هسه صار عجبت اسوي الديكور هذا بالمستقبل؟ حلو اي راح اشتري لي اياه على قولتك. شكرا شكرا حبيبي. هذا الكرسي وياه تريدي؟ لا اريد السياره. تريدي السياره؟ حلو، ويانا اتصال هاتفي. الو. هلا مرحبا. مرحبتين وهلا. نور من بعد العودة. نعم. أنا نور من بابل. نور من بابل، شلونك يا نور؟ أهلا بك، أنا ممكن أسلم على أهل ودعاء؟ أكيد هم وياك، تفضلي. زين الحمد لله، أنت شلونك نور؟ نوركم ومنورين برنامج. احنا نشتاق لكم أكثر. أنا بالنسبة للطموح أني أتمنى أن أكون مقدمة. نعم. وأتمنى أن تستضيفوني بكل برنامج، وأريد أقول لكم يعني مقدمة للبرنامج أريد أقولها مستعدة. طبعا ان شاء الله تركي رقمك بالكنترول حتى يوضحوا لك المعلومات، واذا يعني احنا دائما ننوه بالبرنامج بالضبط. من يجد بنفسه الكفاءه والقدره على تقديم البرامج يتصل بينا، يترك رقمه بالكنترول. شرفينا في اي يوم، يشرفونا الى المبنى ونقوم بالتيست. طبعا اكيد احنا ندعم كل الطاقات الشبابيه ونستقبلهم في اي وقت واي يوم تردين تجين، وخصوصا يعني السبت ممكن كل شويه الازدحامات ماكو، الطرق فارغه، دوام ماكو، تقدرين تشرفينا تجين السبت وان شاء الله تدللين واحنا حاضرين. تحياتنا لك، شكرا لاتصالك. عندنا خبر اخر منوع راح تحكي لنا عنه دعاء، خلينا نشوف شنو هذا الخبر. عندنا شاب امريكي اشترى باص مدرسه قديم. اشترى باص مال مدرسه؟ مال مدرسه قديم. هذا يتفق بيه، خاف يروح ويجي بيه. شوف ايش سوى بيه. زين خلينا نشوف ايش سوى. قديم بسعر 3000 دولار امريكي. اها. انفق عليه 6000 دولار اخرى. نعم. حتى يحول الى منزل متنقل. حلو. بكل الخدمات اللي يحتاجها مع تصميم انيق من الخشب.
حلو قاعد فوق هو. والله حلو احلى من البيت الابيض ابو الفتحات. يعني هذا لو البيت الابيض رايكم. مو هاي اللي يحب يعني البيت الكبير يروح على ابيض، اللي يحب ململم بالباص. شوف يعني بيت متنقل وبفتحات، هي حتى هذا البيت بفتحات طبعا. شوف الفتحات الموجودة دائما يحتاج يعني يدخل هواء تغيير جو واكسجين. لا الحلو بمتنقل، وين ما تريد تخلي بيتك يطلع على احد. بس هو على بحر. هو نادر، ليش التصميم عليه دا يطبخ دا نشوف بتاع كله يسوق. ايوه اذا ما يسوق شلون هذا. لا ترى ما اختار الباص ونظرية. والغرف اللي بيه حلوة هم بعد ما خلي ويتنقل وين ما يعجبه ياخذ بيته ويروح. يم بحر يم حديقة. بالضبط. طبعا هاي اللي يحبون التنقل والسفر والإثارة بحياتهم وعندهم جراءة يقبلون على هيك خطوة طبعا. زين اوكي، بما انه اخذنا هاي اخبار المنوعة والجميلة خلي نشوف. طبعا يانا اتصالات كثيرة، خلينا ناخذ اتصال وياكم اتصال هاتفي. الو خلي نص صوت. الو بس اسمعنا من التليفون ووطي صوت التلفزيون حتى تسمعنا واضح. الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير، من ويانا؟ مساء الخيرات، وياكم زهراء. هلا ودعاء، من وين تتصلين دعاء؟ زهراء. زهراء من وين تتصلين؟ من وين؟ من بغداد. من جميلة. تحياتنا لأهالي جميلة وتحياتنا إليك يا زهراء. شاركينا اليوم موضوعنا عن القناعة والطموح. القناعة كنز لا يفنى، القناعة حلوة فتشي حلو القناعة. نعم طيب أنت قنوعة؟ الحمد لله. طموحة؟ اي. شنو طموحك زهراء؟ بكل شيء. يعني مثل شنو يعني بكل شيء؟ شنو ببالي اللي بيه طموح اسويه. اها يعني ممكن يصير ببالك انه يصير مقدمة برامج؟ لا او مثلا ممكن عندك طموح وقناعه انه تصيري ستار، نجمه، ممثله، مطربه، اي شيء. لو ماكو هذا الطموح والقناعه ما واصله لهنا بعدها. لا بعد ما واصله. ان شاء الله يا ربي تتحقق الامنيات والطموح. وشكرا لك وشكرا لاتصالك. شكرا لك يا زهره. شكرا زهره، تحياتنا لك. ويانا بعض التعليقات. سمية الأميرة، شلونكم شباب؟ نورين البرنامج. قريناها سمية. آه قريت سمية. أحمد يعني. الذهبي مساء الخير، رأيي هو اكتفاء دلالة لزهد المؤمن. تحياتنا للكادر والمقدمين، صديقكم أحمد الذهبي. تحياتنا إليك يا أحمد. أحمد ابن الغزالية مساء الخير عليكم حبايبي، كادر هنا بغداد. وأحلى تحية لأحمد اليوسف ورفل وحبيب وهبة البكري ودعاء. تحياتنا إليك. طبعا تحياتنا إليه. يجب على كل شخص أن يتحلى بالقناعة بكل شيء حتى يستطيع العيش والتواصل مع الآخرين، لأن عدم وجود القناعة تولد عدم الثقة بالنفس. تحياتنا إليك يا أحمد ابن الغزالية. قاسم أيضا، قاسم الحمداوي صديق البرنامج، السلام عليكم. القناعة كنز لا يفنى، قول من الأقوال الإمام علي عليه السلام. القناعة شيء جميل ورائع، ولكن لا تتوفر إلا عند الشخص الصبور والحليم والمؤمن، ومن رضى بما قسم الله له عاش مسرورا، ومن رضى بالقليل أعطاه الله الكثير. وشكرا لكادر البرنامج، أخوكم قاسم من النجف الأشرف. شكرا لك يا قاسم وتحياتنا لك. دعاء. مرتضى المدريد يقول مساء الخير يا أحلى مقدمين الطيبين، أجمل برنامج، موضوع كلش حلو، القناعة والطموح كلش، كل شخص له قناعة والقناعة هي كنز لا يفنى. أما الطموح هو بمثابة أو بمشابه الأمنية، عندما يتمنى فعل شيء يطمح إليه. تحياتي لكم. تحياتنا لك يا مرتضى. سيف يقول أحلى تحية إلى أحلى مقدمين منورين الشاشة، الموضوع كلش مهم، لأن يجب أن تكون لكل شخص قناعة، ولكن إحنا النسبة الكبيرة من الجيل الحالي لا يمتلكون قناعة. زين طبعا بعد أن قرينا تعليقات أصدقاء البرنامج ولو مو كلها يعني ما لحقنا نقرأها كلها، راح ناخذ هذا آخر مقطع فيديو جميل، خلي نشاهده سويا. هاي المواقف الجميلة والمواقف الطريفة طبعا، يعني هاي طبعا المهارات هاي عندي اكيد، يعني اقدر اقدر اسوي شيء. عاد المخرج خليل يقدر يسوي هاي الشيء لو ما يقدر؟ انا احس انه خليل عنده جراءة يعني وعنده حب المغامرة. متأكدك يقدر يسوي هيك؟ اي ما اعتقد. بس انت ما اصور. ما اعتقد راح يشيت من هاي المرتفعات خليل ويعوف. لا ويعوف البرنامج يعني ما اعتقد. حلو
هي الفكرة مو هنا أنا. يعني نعم. العبرة مو هنا والفكرة نعم. العبرة أنه المصور يركض وراء ويصور هاي اللقطات الجميلة. حلو. طبعاً هم يحبون هاي الرياضة. مغامرة. ليش يا حبيب؟ لأنه نسبة الأدريانيين تندفع بالدم، فتخليهم يحسون دائماً بإثارة بالحياة، بحب الحياة، لأن هذه المادة دائماً تخليه توصل للدماغ دعاء، فتخلي الإنسان أنه يكون مستمتع بحياته. أها. طبعاً مغامرة. حبيب وصلنا إلى نهاية حلقتنا مع الأسف هذا اليوم. طبعاً يا رب تكونوا استمتعتوا بفقراتنا الجديدة، وتكونوا استمتعتوا ويانا بالكاريكاتير اللي قريناه واللي علقنا عليه وعلى الأخبار اللي قلناها. تحياتنا لكم ولمتابعتكم، وأترك الختام ويا زملائي حبيب ودعاء. طبعاً أنا عجبتني فقرة الكاريكاتير كل شيء هواية، واليوم حسينا بي أكيد إن شاء الله. شكراً لكم وشكراً لمتابعتكم ويانا، ورح أترك الحديث وباي باي. إذن بالتأكيد مشاهدينا إن شاء الله أكو فقرات أخرى، يعني إن شاء الله راح نمتعكم بيها فقرات كثيرة للبرنامج. تحياتنا لكل من ساهم بإنجاح هذا البرنامج من الكادر الإداري وإلى أصغر موظف بالقناة. تحياتنا لكل الزملاء بالكنترول حتى لا يزعلون علينا. أجمل تحياتي وتحيات زملائي، في أمان الله.